السلام عليكم يا شباب. النهاردة بإذن الله هنشوف إزاي نقدر نستخدم خطوط من الموقع، يعني نستخدم خطوط للموقع بتاعنا زي جوجل. هنستخدم من الخطوط بتاعتنا هنستخدمها من جوجل. هنروح جوجل نبحث عن حاجة اسمها جوجل فونتس، تمام؟ نخش على اللينك عادي، هنبص هنلاقي عندنا عبارة عن كل دي خطوط موجودة في الموقع، تمام؟ في خطوط منها عربي ومنها إنجليزي على حسب اللي أنت عايزه. فاحنا مثلا ايه، ما اي خط يعجبنا ممكن نختاره. هوريك نختاره ازاي دلوقتي ونبدا نطبقه عندنا في الموقع. مثلا نلاقي ايه، اي خط غريب برضه عشان يبان ان احنا غيرنا خط ايه، زي الخط ده مثلا. مجرد ان بنعمله نعمل بلس كده هنلاقي الخط جه تحت هنا، نفتحه، تمام. في حاجه اسمها كاستمايز، دي ممكن نختار منها لو بيبقى في خطوط زي البولد والحاجات دي، ممكن بنسلكت على اللي احنا عايزينه. هنا ده بيقول لك ان اللود تايم بتاع الصفحه بتاعتك من خلال الخط بيبقى فاست ولا نورمال. يعني مثلا ممكن ايه نشوف خط غير ده عشان مثلا مفيهوش امكانيات كتير، نشوف ده مثلا، تمام. اشيل الخط هنا كاستمايز اهو، في حاجات كتير. لو رحت سلكت على البولد والسيمو بولد، بصوا الصفحه بدات ايه كده، يقول لك ان الصفحه تاخد وقت اكتر لو سلكتهم كلك. طبعا ايه الصفحه بتبدا تضعف. فاحنا مثلا لما بناخد متعود مثلا ناخد الريجولا والبولد، تمام، ناخد الاثنين دول كويسين قوي. نجيبه ازاي بقى؟ ابميت هو الموقع بيدينا الكود ده ناخده ونروح نحطه فين؟ في ملف ال HTML بتاعنا هنا. مجرد بس هنحط ايه، هنحط الخط كده، تمام. نيجي نستدعي بس الايه، ال CSS علشان برضه عندنا فونت دي ستايل شيت، ملف ال CSS، تمام. ملف ستايل عندي ماشي، عشان بس ايه نربط الموقع ملف الستايل بتاعه. نرجع تاني لجوجل، ناخد الخط ده ون، تمام. ده الفونت فاميلي بتاعي اللي هو نوع الخط اللي انا ايه عايزه يظهر معايا في الموقع. ايه نقول بادي، نحط الفونت فاميلي هنا كده. ايه اي حاجه في الصفحه هتاخد الايه النوع الفونت ده. نكتب مثلا اي حاجه H2 تيست فونت، تمام ماشي اهو، تيست فونت كده الفونت اشتغل كده. يبقى انا ايه قدرت استدعي واغير ايه الفونت في الصفحه، ماشي. طبعا لو ما كتبتش دون هنا، اللينك هنا بيبقى مديني ايه ال 400 وال 700 كده، معناه ان انا مختار ايه، مختار معايا اللي هو البولد والريجولار. طب ماشي، انا عايز استخدم خطين في الموقع، تمام، سهل. هنروح ايه نقفل، نروح مثلا احنا خدنا الخط ده، نروح نجرب مثلا ايه خط زي اللي كنا مثلا مختارينه في الاول، الخط الويف ده، تمام. سيلكت عليه عادي، برضه هتلاقيه مديني نفس الكود. طبعا بروح كستمايز لو عايز اي خط معين، تمام، هنسيبه زي ما هو. هنروح ناخد الكود تاني كوبي، هو بس كل اللي عمله عمل ايه اور للخط بتاعي. نحط برضه الكود هنا ماشي. نروح تاني نجيب دول بتوع الايه ملفات السي اس اس. فمثلا انا عندي يبقى عندي H1 وعندي H2، H1 و H2، تمام. تيست برضه، تمام. ايه هنا انا اديت ده كله للبادي، ممكن ادي لل H1 الفونت فاميلي ده بس، يبقى الفونت ال H1 هيتطبق عليه الفونت ده بس، انما اي حاجه في الصفحه غير ال H1 هيتطبق عليه ده. نشوف كده، تمام، اهو كده ده ده اللي انا حطيته. طبعا عايز الصفحه كلها مثلا بالتاني، خلاص يبقى نمسح، يبقى نطلع ده هنا وده ننزله مثلا ايه هنا، او مثلا ممكن ما نحتاجوش خالص ونحتاج ده بس، اهو تلاقي الصفحه كلها في فونت واحد، تمام. برضه ممكن نجرب خطوط عربي ماشي، مش عايزين دول مثلا. نروح نشوف الايه اي فونت عربي مثلا، كان في بتاع كايرو فوق، تمام تمام خط عادي، نفس الكلام برضه يا شباب. هنروح ناخد اللينك كوبي، طبعا ده بتاع ملف ال HTML، جاست بس كوبي بيست، مش هنعمل حاجة تاني كده. كده هو ايه الخط ده انا بستخدمه بالطريقه دي. ليه ما بستخدمش اللي عندي على الجهاز مثلا؟ عشان مثلا اللي عندك على الجهاز مش شرط هيكون عند الناس كلها على الجهاز. فاحنا بنستخدم حاجه الناس كلها تبقى شايفاها، يعني جوجل، يعني اي حد يفتح نت هيبقى عنده جوجل كده، تمام. جوجل يعني موجود ايه، بيديله لينك، يعني ده بيفتح لينك من على النت، مش حاجه عندك على الجهاز، فتضمن كده انه هيشتغل عند كل الناس. طبعا احنا رحنا عملنا كده على الخط الانجليزي، طبعا الخط مش هيشتغل، تمام، لان الخط اللي احنا جايبينه ايه عربي، فده خط مش الانجليزي بتاعنا. فنروح نخليه عربي H2 مثلا ماشي، اختبار